مرحب يا هلال. لاباس عليكم، اموركم بخير الحمد لله. اليوم جيناكم بواحد الوصفه جديده، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتشتركوا معنا في القناه وتفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر. شكرا لكم، يلا نبداو نبداو على بركه الله. عندي واحد اطرو ديال الحليب، ها هو بسم الله اطرو ديال الحليب، واحد جوج معالق ديال سنيده، نتوما السكر على حساب الحلاوه. ها هو عندي واحد جوج فلوات ديال الفاني، جوج صاشيات، وعندي واحد جوج تفاحات. ها هما التفاح كنقطعو كنديرو بقشرتو، الا بغيت ديرو معنا دوبل تالي بغيت ديري نص ديال السيدر بالحليب وتفاحه واحد فانيه، كنديرو التفاح بالقشور ديالو هكا كنطحنو في هاد الحليب. كنطحنو بالقشرة ديالو، السكر على حساب اللي بغيتو، انا دايره غير جوج، نتوما الحلوة على حساب اللي بغيتو. كتجي بهاد الطريقة زوينة هاد التحلية، ها هو صافي طحنتو، ها كنصفيه، كنصفيه باش ديك القشرة ديالو حيت كاع اللي فيه حرش يتحيد. كنشعلو ليه الطيطيبة، صافي هي هاد القشرة ديالو راه كتبقى ملي كنطحنو حتى كتحيد ديك المنافع اللي فيها. هداك الحليب ديالنا ملي طاب مع الفلو داك التفاح اللي طحنت معاكم كتخليوه، المهم تتحركو فيه، ما تخليوش باش بيلصق ليكم حتى كيطلع الحليب حتى كي ها هو. كنخلو بهاد الطريقة هكايا، بسم الله كنعمر بها الكيسان وكنغطوهم حتى كيبردو عاد كنوجدو ليهم ديك الطبقة ديال التفاح. دابا نكملو معاكم هديك التحلية، عندي جوج تفاحات غسلتهم وقشرتهم، كنقشرهم الزريعة داخلها وكنقطعهم بهاد الطريقة، هاد مربعات صغيورين بهاد الشكل، تا كلشي نكملوهم. كندير في المقله كندير فيه واحد شويه ديال الزبده، كنحطو فيه داك التفاح، كنديرو ليه واحد المعلقه ديال سنيده صغيره نغسلوه به، غير معلقه صغيره هاشما، واحد شويه ديال القرفه واحد نص معلقه. ها هو التفاح ملي درناه في الغرفة كنشعل ليه كدوب الزبدة كيعطي فيه داك السكة وشوية د القرفة، كنعسلوه كيجي بهاد الطريقة زوين التفاحة. هيا التحلية ديالنا ملي بردات هيا كتجيني بهاد الطريقة. ها هو داك التفاح اللي عسلت كنلوحو فيها هكايا، كنديرو ليه هكا صافي، كنزينو مع التفاح راه كيجي فيهم زوين، وشوية ديال اللوز ولا كاوكاو، شوية ديال اللوز مهرمش ولا كاوكاو محمر تاهو مهرمش، بهاد الطريقة راه كيجيو زوينين. هاهما غنوجد معاكم واحد الشوربة ديال الحوت، عندي هنا جوج ورق ديال الرند، عندي هاد الحوتة فيلي تا الفيلي ديالها اللي غندير في الشوربة، هما هاد العظام كنديروهم كنشحروهم. عندي بصلة، هذا واحد كنوره نتوما ديروا، انا عندي هذا ديال لي ديال الدار واحد المكعب ديال الخضره، ديروا نتوما ديال الخضره. عندي واحد المعلقه ديال الزبده،
وشويه ديال الزيت، كنزيدو شويه ديال الزيت شويه صافي. كنشعلو لهادو حتى يتقلى هاد العظام ديال الحوت شويه مزيان يتشحروا. نديرو الملحه، الملحه على حسب شويه رقيه صح غادي ندير فيها الصوجا. كنديرو فيها سكنجبير، ولكن حسي لك الخضر انا ما عنديش الخضر اللي كيجي فيها. شويه ديال السودانيه على حسب اللي بغيتو نتوما، بغيتوها حاره ولا قياس ما تجيش حاره. صافي كندخل هذيك البصلطه كتشحر مع داك الحوت، داك العظام ديال الحوت. الا عندكم الكروفيت والقشور ديالو حتى هو ديروا فيه واحد شويه، انا عندي مقشر ندير غير هاد العظم ديال هذا الحوت اللي فيليت منها الحوت. كنزيد الماء، كنزيد لها هاد ثلاثة يدرو ديال الماء نتوما حسب اللي بغيتو، أنا هاد ثلاثة يدرو ديال الماء صافي. كنشعل نسخن نشعلو ليها حتى كيتسلق هداك الحوت، كتلقو شي ديك العطرية اللي درا. هاهي الشوربة ديالنا ملي غلات، هاهي ملي غلا داك الحوت وتسلق فيه كنحيدوه، كنحيدو داك العظام ديال الحوتة هاهي وديك ورقة الرمل. راه ما طالقين لا فيها زعما شي كرقيق لا شي حاجه باش نخافوا هكا، ان شاء الله هزيتو هذاك صافي. عندي واحد العلبه ديال هاد الشامبوي راه هي كتنشحرها في الزبده ديال الفطر، كنشحرهم في الزبده صافي. كنزيدو ها هو داك الحوت اللي فيليت من داك العظم، ها هو واحد شويه جبان لي صغيره على حسب نتوما، هو كنرميه. عندي هذه كرامه هي قطع حتى هي صغار، جبانيه صغيره حتى هي. كنحركوهم، كنزيد هذا الفطر كنزيد هذا الفطر تاع هو عليهم. صافي كنحركوهم، كنزيد شويه ديال الكروفيت ها هو تا هو مقشر هكايا. واحد نص ديك النص ديال الباكيه ديال الشعير الصينيه، دوك جوجات اللي كيكون داير انا غير وحده كاع ما درتها كلشي راه باقي، ايوا على حساب اللي بغيتو. صافي كنخلوهم كيغلى، كندير شويه ديال السوجا شويه نتوما على حساب اللي بغيتو نتوما.
صافي كنخليوها حتى كتغلى هاد الحوت فيها الشاي. ها هي ملي غلات لينا هاد الشوربه ها هي كي كتجي هكايا صافي كندير واحد جوج معالق تاع الدقيق كنديروا بها نجمعوها بها شويه غير على حساب اللي بغيتو نتوما واش ما جيبي الطاسه نقي وحطي فيها صافي دابا ملي طات هكا بغيتوها نتوما تقلوها شويه وبغيتو تخلوها على هكا انا كنخليها بهذه الطريقه هكايا هيا التحليه ديالنا ملي صوبنا بهذه الطريقه هيا زوقناها بالتفاح وشويه اللوز ولا كاكاو اللي عندكم. هيا الشوربه ديالنا ديال الحوت هي كتجي بهذه الطريقه راه كتجي زوينه وبنينه. يلا كنتمنى تعجبكم هذه الطريقه وتشتركوا معنا في القناه وتكتبوا لنا في الكومنتيرات وشكرا لكم. يلا بسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.